بنغازي عطية العبيدي من ساحة الكيش. عطية، حدثنا عن التجهيزات وعن بداية وصول الوفود والمواطنين إلى ساحة الكيش لبدء فعاليات هذه المظاهرة الشعبية الكبرى التي تندد بالغزو التركي والاحتلال التركي المباشر للأراضي الليبية. أهلا بك زميلي منذر وشابة التاريخ التي حدث تشهد اليوم تحت الكيش مظاهرة كبرى دعا إليها العديد من التنانين والمحققين والرياضيين وكذلك الدليل على مواقع التواصل الاجتماعي وكذلك المثقفين. هنا نرى من خلفي الوفود بدأت تصل هنا لجنة مكافحة وباء كورونا تقيم بوابات الكورونا وتركب أجهزة للكشف عن المواطنين القادمين للتظاهر وتوزيع عليهم الكمامات. أما عن الأجهزة الأمنية قوات الدعم المركز التابعة للوزارة الداخلية والنجدة ووحدات الجيش والقوات المسلحة هنا نرى الخطة العسكرية ونرى هنا الأجهزة كما أظهرت الكاميرا الآن وهنا أيضا سيارات تواجد سيارات إسعاف في الساحة وبدأت الوفود تدخل شيئا فشيئا. موعدنا هنا الساعة 5 سيكون صوتنا عالي وصوت الحق عالي ضد الاستعمار التركي الغاشم المرتزقة السوريين وزرعن التي ترتكبها ميليشيات الكراج العاصمة طرابلس الحالية. نتابع الآن سويا عطية وصول الوفود ووصول المواطنين إلى ساحة الكيش لبدء فعاليات هذه المظاهرة الشعبية الكبرى التي تندد بالتدخل التركي وبالغزو التركي والاحتلال التركي المباشر للمنطقة الغربية، تزامنا مع وصول وزير دفاع تركيا يوم الأمس إلى طرابلس. إذن نشاهد المنطقة الشرقية التي هي تحت مظلة القوات المسلحة وهي تنعم بالأمن والأمان وبالتأمين الكامل من قبل القوات المسلحة، بينما المنطقة الغربية التي تشهد وصول وزير دفاع مرة تارة وتارة أخرى وصول قائد قوات بحرية تركية، وأصبحت طرابلس محتلة بالفعل علنا جهارا نهارا. إذن نتابع سويا هذه اللقطات المباشرة من ساحة الكيش في مدينة بنغازي وبدء الفعاليات للمظاهرة الشعبية الكبرى للتنديد بالاحتلال التركي الغاشم. طيب بلا